القصة من الأساس، منتخبنا رفع الراس. بدها القصة من الأساس، منتخبنا رفع الراس. اسمن صار عكل لسان، كل واحد فيهم كماس. مع وصول النسور قاسيون إلى الأمتار الأخيرة في تصفيات كأس العالم الأخيرة، ومع وجود جيل وصف بالذهبي بتواجد العديد من المواهب والمحترفين في القائمة السورية، ارتفع سقف طموحات الجماهير العاشقة قبل انطلاق كأس آسيا، وباتت تنتظر مشاركة مختلفة من لاعبيها، ولما لا حمل الكأس الغالية، وهو ذاته ما تحدث عنه اللاعبون على حد سواء، لكن ما حدث أثناء البطولة خيب الأمال ونشر الأقاويل. الحكاية الآسيوية للمنتخب السوري انتهت قبل أن تبدأ، فالمباريات الودية قسمت الشارع السوري تجاه المدرب الألماني بيرنشتانجا، بين من قال إنها مجرد تجارب ستمهد لاختيار التشكيل الأفضل، وبين من رآها بوادر للصورة التي سيظهر عليها أبناء الألماني في الحدث القاري. وما زاد الطين بلة كان استبعاد عدد من الأسماء الرئيسية في المنتخب، كما هو الحال مع ضيفنا فراس الخطيب، إضافة إلى أحمد ديب وإياز عثمان وغيرهم. ما قبل البطولة وضع جانبا، والجماهير السورية اتفقت على الوقوف خلف نسور قاسيون، فظهر في تجاربه أمام المنتخب الفلسطيني بصورة لم تكن منتظرة، خارجا منها بنقطة التعادل، ثم جاءت الخسارة من الأردن بهدفين نظيفين لتقصي الألماني وتقسم ظهر الجماهير، ومعها بدأت الأقاويل حول وجود خلافات لدرجة وصلت إلى حد الشجار بين اللاعبين، فمنهم من قال إنها بسبب إشارة الكابتن من منحها شتانجا لعمر السومة. خلي الجماهير ترجع وتحقق ليش أحمد صالح اعتزل دوليا من 6 شهور، ويعرفون مين اللي كان يطالب بالكابتنية ومين اللي قاتل ومين اللي عمل مشاكل مشان الكابتنية. اللعيبة اللي معي كلهم عارفين، والمدرب عارف، أنا تنازلت عنها أكثر من مرة. يمكن أكثر الناس ما بيعرفون وأنا اعتزلت في بعد معسكر النمسا، اعتزلت كان عندي مشاكل مع المدرب الألماني حصرا. آخرون تحدثوا عن أن الألماني هو السبب بوجود من يؤيده ومن لا يريده مدربا، والخاسر دائما في كل ذلك كان الشارع السوري، من حاول معرفة تفاصيل ما حصل ومن بحث عن ذريعة لطي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة عنوانها المستقبل أمام هذا الجيل، والهدف دخول تصفيات كأس العالم وكأس آسيا بثوب مغاير وبصورة تفرح الجماهير السورية. نور الجاموس، صدى